مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. من المنتظر الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي هذه الليلة، يعني نقدموا الخبر هذا بكل احتراز، يعني مازال الخبر مش متأكد 100% باش ما نهبطوش الخبر هكاك، لكن بصفة كبيرة حسب وسائل الإعلام اللي قاعدة نشاهدوا فيها على الفيسبوك وكذلك في الصحف، معناها يحكيوا بصفة كبيرة إنه سمير الوافي باش يتم الإفراج عنه الليلة، وكذلك نحكيوا على التدوينة اللي هبطتها شقيقته يعني أميرة الوافي اللي تحكي ومتفائلة بصفة كبيرة برشا، واللي تقول يعني إن شاء الله خويا الليلة باش يخرج كما قلنا. هذا هو الخبر متاعنا اليوم، نقدموه بكل احتراز. من المنتظر أن يتم الليلة عن الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي.